الصور، ما نوع هذه الصورة؟ أحسنتم، إنها صورة مكية، أي نزلت في مكة المكرمة. كم عدد آياتها؟ جيد، ثلاثة. أحسنتم، ثلاث آيات. الأولى واحد، اثنان، وثلاث، ثلاثة. إذن عدد آياتها ثلاثة. إذن لنستمع الآن لهذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن لنستمع ونعيد. هيا أعيدوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنتم، بارك الله فيكم، وتدربوا على قراءة وحفظ هذه الصورة القصيرة في منازلكم. الآن نمر إلى شرح معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر. تعرفون صلاة يصليها المسلمون؟ أحسنتم، إنها صلاة العصر. إذن ما الذي تعنيه كلمة العصر؟ أي وقت العصر. إذن العصر هو الوقت، الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر. ولكن لننتبه، الله سبحانه وتعالى يحق له أن يقسم بما شاء، ولكن نحن الإنسان لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن لننتبه لهذا الأمر. إن الإنسان لفي خسر. ما معنى خسر؟ أحسنتم، لفي هلاك، لفي خسران، لفي ضياع. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بأن الإنسان جل الناس في خسران وفي هلاك وفي ضياع. لكن هل كلهم؟ لا، إلا من؟ إلا الذين آمنوا. إذن الشرط الأول للنجاة من الخسران ومن الهلاك هو الإيمان، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الثاني ما هو؟ وعمل الصالحات. إذن الإيمان وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون مقرونا بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح. أحسنتم. وتواصوا بالحق. ما معنى تواصوا؟ أحسنتم، أي تناصحوا، يوصي بعضكم بعضا، يتناصحون فيما بينهم. وتواصوا بماذا؟ بالحق. إذا الشرط الثالث هو التناصح والتواصي بالحق، أن يوصي كل واحد منا أخاه بالحق. ثم وتواصوا بالصبر، أي تناصحوا وتواصوا فيما بينهم بالصبر. ولكن لننتبه، الوصية يجب أن تكون بطريقة لطيفة ومهذبة. سنستثمر تعلماتنا ونصل بين الحيوان وأعضاء تنقله. هذا الحيوان أسميه بطريق، هذا بطريق، وهذه ضفدعة. البطريق والضفدعة
يعيشان في البر والماء، يتنقلان في البر والماء، نسميهما برمائيان. وعندنا سمكة وهي تعيش في الوسط المائي فقط وتتنقل فيه فقط. أما الأعضاء، عندنا أطراف مجذافية، قوائم راحية، وزعانف وذنب. لنربط كل عضو بالحيوان المناسب له. لنبدأ بالبطريق، لاحظوا أطرافه، تشبه لحيوان رأيناه في درسنا الحالي، إنها تشبه للسلحفات، أطرافها كأطراف السلحفات المائية، وهي تجدف بها لكي تتحرك. إذن البطريق عضوه المساعد على التنقل هي الأطراف المجذافية. والضفدعة، انظروا إلى قدميها أو إلى قوائمها، فهي تحرك قوائمها كما تحركها البطة. إذن فهي لها قوائم راحية كالبطة، تستعملها في التنقل. الضفدعة لها قوائم راحية. أما السمكة فتتحرك بمساعدة الزعانف والذنب، بمساعدة الزعانف والذنب. معجمنا لهذا اليوم هو زعانف نجوار. زعانف نجوار، مجذاف غام، مجذاف غام، قوائم راحية بات بالمي، قوائم راحية بات بالمي. هذه المرة سوف نبحث عن العدد الذي يجب إضافته للعدد المعروض على الشاشة للحصول على 10. 0. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لصفر لنحصل على 10؟ هيا فكروا. 0. إذن نقول 0 زائد 10 تساوي 10. أحسنتم. الآن 1. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لواحد للحصول على 10؟ إذن 1 زائد عدد ما يساوي 10. ما هو هذا العدد؟ أحسنتم. 9. نقول 1 زائد 9 يساوي 10. 2. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لاثنان للحصول على 10؟ هيا فكروا. هيا. 8. أحسنتم. نقول 2 زائد 8 تساوي 10. ممتاز. و3. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لثلاثة للحصول على 10؟ عدد نضيفه لثلاثة لكي نحصل على 10. ما هو؟ 7. أحسنتم. 3 زائد 7 تساوي 10. 4. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لأربعة للحصول على 10؟ هيا فكروا قليلا. 6. أحسنتم. نقول 4 زائد 6 تساوي 10. 5. ما هو العدد الذي سوف نضيفه لخمسة للحصول على 10؟ هيا يا صغار، هيا.
نعم ممتاز، 5 + 5 تساوي 10. أحسنتم. هيا يا أطفال لنحاول تذكر ما درسناه في الحصة الماضية، أسماء هذه المجسمات وعدد وجوهها وأحرفها ورؤوسها. لنبدأ بالمجسم الأول، المجسم الأصفر، ما اسمه؟ إنه المكعب. أحسنتم. كم عدد وجوهه؟ هل تتذكرون؟ نعم 6. عدد وجوهه 6. وعدد أحرفه؟ عدد الأحرف، عدد أحرف هذا المجسم، هذا المكعب، عدد أحرفه 12. أحسنتم. وعدد رؤوسه؟ عدد الرؤوس 8. ممتاز. المجسم الثاني وهو ذلك الشكل أو المجسم الأزرق، إنه متوازي المستطيلات. ممتاز. كم عدد وجوهه؟ نعم عدد وجوهه مثل عدد وجوه المكعب، عدد وجوهه 6. ممتاز. وعدد أحرفه؟ عدد أحرفه كم؟ عدد أحرفه كذلك 12. ما هو عدد رؤوس متوازي المستطيلات؟ نعم 8. كما قلنا في الحصة الماضية، عدد الوجوه والأحرف والرؤوس بالنسبة للمكعب ومتوازي المستطيلات متساوية. لننتقل للشكل الثالث، ما اسمه؟ نعم إنه هرم. ممتاز. وعدد وجوهه؟ كم عدد وجوه هذا الهرم؟ يظهر منها 2 فقط، ولكن هناك عدد آخر من الوجوه يختفي في الوراء. نعم 5 وجوه. وعدد الأحرف؟ عدد الأحرف 8. ممتاز. وعدد رؤوسه؟ هيا تذكروا، عدد رؤوسه 5. أحسنتم يا أطفال. الآن لننتقل لنشر المكعب. لاحظوا هذا الشكل، عندما نقوم بطيه بشكل مناسب نحصل على مكعب، وإذا قصصنا المكعب نحصل على هذا الشكل. لاحظوه جيدا، هو 6 مربعات متقايسة. لاحظوا إنه مكعب، هذا يسمى نشر المكعب. لكن ليس للمكعب نشر واحد فقط كما حصلنا عليه انطلاقا من المكعب الذي كان لدينا، بل له عدة نشور. هذه الأشكال كلها إذا طويناها بشكل مناسب باتباع الأحرف نحصل على مكعب. لننتقل لنشر متوازي المستطيلات. هذا الشكل عندما نقوم بطيه نحصل على متوازي المستطيلات، وإذا قصصنا متوازي المستطيلات نحصل على ذلك النشر. لاحظوا معي إنه نشر متوازي المستطيلات. إذا قمنا بنشر متوازي المستطيلات نحصل على هذا الشكل. ليس لمتوازي المستطيلات شكل واحد، بل له أشكال مختلفة. لاحظوا معي هذه الأشكال كلها نشر لمتوازي المستطيلات، إذن تمكننا من الحصول على متوازي مستطيلات. لننتقل للهرم. لاحظوا معي إنه الهرم. إذا
قمنا بطيه نحصل على هرم، إذا قصصناه نحصل على نشر للهرم. لاحظوا معي، هذا نشر للهرم. إذن نتيجة نشر الهرم هي كما ترون. الهرم أيضا ليس له نشر واحد فقط، بل له أشكال متعددة. إذا قمنا بطي هذه الأشكال بشكل مناسب نحصل على هرم. هيا حاولوا في ذهنكم، حاولوا طي هذه الأشكال، سوف تحصلون على هرم بالتأكيد. إذا ننتقل للأسطوانة. الأسطوانة كما قلنا هي مجسم خاص بعض الشيء، لأن ليس لها وجوه كثيرة مثل المكعب أو متوازي المستطيلات. لاحظوا معي، نشرها يتكون من قرصين وشريط أو مستطيل طويل. إذن الآن لنستثمر ما تعلمناه. لاحظوا جيدا، هل هذا نشر لمكعب؟ هيا لاحظوا، هل هذا نشر لمكعب؟ لا، لأن به 5 مربعات فقط. أحسنتم. وهذا هل هو نشر لمكعب؟ لاحظوا جيدا، حاولوا طيه في ذهنكم. نعم، إنه نشر للمكعب. وهذا الشكل هل هو نشر لمتوازي المستطيلات؟ إذا قمنا بطيه سوف نحصل على متوازي مستطيلات. نعم، إنه نشر لمتوازي مستطيلات. وهذا به 6 مستطيلات، هل يمكننا طيه من الحصول على متوازي مستطيلات؟ حاولوا. بالفعل لا يمكننا أن نحصل على متوازي مستطيلات انطلاقا من هذا الشكل، إذن فهو ليس بنشر لمتوازي المستطيلات. أحسنتم. وهذا هل هو نشر لهرم؟ لاحظوا معي المكان العلوي، بماذا سوف نملأه؟ إذن هذا ليس بنشر هرم. وهذا حاولوا طيه في ذهنكم، هيا حاولوا، هل سنحصل على هرم انطلاقا من هذا الشكل؟ نعم، إنه نشر لهرم. أحسنتم. والآن أطفالي الصغار، بإمكانكم إنجاز أنشطة استثمر في الكتاب المدرسي. هيا إلى اللقاء، إلى حصة مصورة أخرى بإذن الله. السلام عليكم. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Une fille. Une fille. Cette fille s'appelle Karima. C'est Karima. Un kangourou. Un kangourou. Sur l'image, on a une fille et un kangourou. Est-ce que Karima aime le kangourou? Oui, Karima adore le kangourou. Karima adore le kangourou. Répétez. Karima adore le kangourou. Karima adore le kangourou. Quel est le son qui se répète 2 fois dans cette phrase? C'est le son que. Bravo, c'est le son que. Où est-ce qu'on le trouve?
On le trouve dans Karima et dans Kangourou. Karima et Kangourou. Regardez bien comment on a écrit le son K. Karima, Kangourou. Maintenant, on va s'entraîner à la copie de la phrase mot par mot. Prenez vos ardoises. Prenez vos ardoises. Suivez et écrivez la phrase mot par mot. Suivez et écrivez la phrase mot par mot sur vos ardoises. On recopie la phrase Karima adore le kangourou sur les ardoises. On va écrire mot par mot. Karima, un petit trait d'attache, un arrondi jusqu'à la dernière interligne, puis je descends. Voilà, le K. À côté, on écrit le A. K, R, I. K, RI, MA. Karima. Karima. Adore le A. Il ne dépasse pas la première interligne. Le D. Deuxième interligne en haut. Adore. Adore. Karima. Adore. Le kangourou, on va écrire le K de la même manière que la première fois. Une attache, un arrondi jusqu'à la troisième interligne. A, N, kang. G, O, U, Kangou, Rou, Kangourou. Karima adore le kangourou. Maintenant, on a fini la préparation. On va passer à la réalisation de la copie sur les cahiers. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers. Tracez un point de départ sur le cahier. Un carreau après la ligne rouge. Tracez un point de départ sur le cahier. Un carreau après la ligne rouge. Bravo! Recopiez sur vos cahiers la phrase mot par mot tout en respectant les normes de l'écriture cursive. Recopiez la phrase sur vos cahiers. Recopiez la phrase sur vos cahiers. Karima adore le kangourou. Karima adore le kangourou.
comparez maintenant ce que vous avez écrit avec la phrase écrite au tableau. Vous avez bien réussi à l'écrire correctement? Sinon, vous pouvez recommencer à nouveau. Corrigez votre copie. Bon courage !